بلوكيد وسكني مكتبي سفيبو من على دزيرة كانين أو بازار كوان لكومانك ما في بيبشن لو أنا ما في خوندن بوي بباشن داني كام بروجيم بودا بنم لباخا كان ياخو لسجار دكانا بأساني فيلي خوننو خوننو بن بوي كاري خوان بلا بكن و بيام يكش بيد بو حكومتي العراقي وحكومتي اليم ويونسكو كوانش هاو كاريا من على نبكن وما في خوندن يعني بودا بيمكن بصراحة أنا من أشوف هذا دكاك سوران فتح هذا المدرسة مدرسة المتجولة كلش يعني طيبة كلش مهمة لهذا الرسالة للحكومة واليونسكو واليونسيف لأنه كل طفل حقه يروحون للمدرسة لأنه هذا هسه بداية الدراسة يعني لازم طفل كل طفل يروحون للمدرسة وهذا حقه أنا أتمنى يعني للحكومة يجاوبكم ويدعم كاك سوران أي شيء تحتاج حتى تدعم الأطفال حتى تروحون للمدرسة.
الطفل في عموم العالم له حقوق، وفي عراقية مسؤولية للحكومة العراقية والمنظمات الدولية المعنية بالطفل، والأطفال العاملين في أماكن العمل والأسواق بعيدين عن المدارس، وهو شيء مؤسف. ونحن كمنظمة حماية الأطفال نحاول قدر الإمكان عودة هؤلاء الأطفال إلى مدارس، حيث يصل أعدادهم إلى 600 طفل، نصف منهم بعيدين عن حق التعليم.